المجيد المجد لله في العلا وعلى الارض السلام. وبعد على الارض يلي سمعته لاول مره ما وصل السلام كما ينبغي. هل يا ترى في نقص برساله يسوع؟ هل يا ترى في نقص برساله السماء للارض؟ اكيد لا. بس الرسالة تكون تتوصل بدها الإنسان يتجاوب معها. وهون الصراع يلي بعيشه الكائن البشري صراعه مع رسالة السماء. إذا قبلها بيمشي الحال وبتصطلح الأمور، وإذا لم يقبلها بتضل الإنسان عم يفتش وعم يدور على حلول. وإذا ما كانت هالحلول بترتكز على رسالة السماء ورسالة الميلاد، وبدها تركز أكثر على مصالح الدول، بدها تركز أكثر على أنانية الإنسان، بتضل الأمور كما هي. اليوم بستفيد من هالمناسبة، إذا تعينكم جميعا وعين كل المشاهدين والمستمعين يلي عم يرافقونا اليوم بهالقداس قداس العيد، ومن خلالكم بتقدم بالشكر وبالتقدير من الدولة فرنسا وكل الشعب الفرنسي، مثل ما شايفين مثل ما عايشين ومختبرين قداش واقف حد همومنا وحد كل هالجمعيات يلي عم تهتم تخفف شوي عن هموم اللبنانيين والمقيمين بلبنان. هيدي مناسبة اليوم بالعيد حتى نشكرهم ونطلب من السماء انه هي تعود عليهم اضعاف ما هن بيكونوا عم بيساعدونا. وبالمناسبة كمان حب اشكر كل يلي عم بيعيشوا فعل التضامن من شعبنا. هيدا حدث كثير مهم قدام الشدة وقدام الضيق. الحل بيكون تضامن. بخبرونا بلبنان كيف الشعب بين بعضه عم بيعيش فعل تضامن لسبب بعده صامت. وما نقوم به نحن من خارج لبنان اكيد عم بيكون لهم دعم اساسيه. حتى بالايام القليله على القليله تزيح غيمه السوداء يلي موجوده على بلدنا. تمنياتي اذا بالعيد اول شيء بالصحه، وبطلب منكم ان تكونوا حذرين بالنظر الى ما عم نسمع بهالايام اليوم بهالفيروس اللي عم يتفشى عن رضا جديد ويبدو انه اقوى من سابقه. المطلوب انه نحافظ على صحتنا وحياتنا، ما نتهور ولا ما ناخذ بالاعتبار ما يقوله العارفون في شأن الصحه. امر اخر بتمنى لكم اياه أنه تكونوا دخلتوا بعلاقة روحية شخصية بينكم وبين طفل المغار. ما حدا في زايد علاج. سبقنا بكل شيء، سبقنا بالفقر، سبقنا بالتجرد، وحامل برضو الرسالة ومكفيها. قدام المغارة دايما بنوقف حيارة وبنوقف طارحين على ذاتنا أسئلة كثير. كيف معقول الإله العظيم الجبار بيتجسد بطفل أضعف مخلوق في الكون؟ ما عم نقدر نفهم لأنه عقلنا ما بيقدر يستوعب تجسد الألوهة في البشرية. لأنه العيد اللي عم نعيده عيد صعب لاهوتيا. طبع الإله عم بيصير إنسان، وهو محافظ على الألوهة ومحافظ على البشرية. خلاصنا بالطبيعتين البشرية والإنسان.
السليم. أين الطريقة اللي اختارها حتى يطمن لنا فيه أكثر؟ وهيدي هدية السماء لإلنا جميعا إلى البشرية. الإله جاي يقعد معنا، الإله جاي يقيم بيننا، يعني السماء منا متخلية عن الأرض وعن الهموم. لكن المطلوب أن الأرض تتجاوب مع دعوة السماء. باسمي إذا باسم جميع الكهنة بنعيدكم وبنصلي معكم وبنصلي لكم وبنشكركم على مسابقتكم ومجيئكم إلى سيدة لبنان حتى تصلوا. كان فيكم تصلوا وين ما كان، كان فيكم تصلوا حق بيتكم، بس حضوركم بيناتنا اليوم ومعنا دائما بيثبتنا بإيماننا وبهويتنا وبيحافظ علينا وبيحافظ كمان على مشروع وجودنا بهالأرض الطيبة والمضيافة. تمنياتي إذن للشبيبة ودعوتي لإلهم أنهم يحافظوا على هالتراث يلي أخذوه عن بياتهم وأجدادهم. هيك منحافظ على حالنا أكثر على القليلة من هلا لفترة زمنية منشوفها بالمباشر، لأنه تفرفضنا هو سبب مأزق كتير كبير وضياع. من ضمن صلاتنا إذا مع كل يلي عم يصلوا اليوم بفرنسا بكل رعايانا بالمرسلياتنا ومع كل يلي عم يصلوا بلبنان وبالعالم، كل العالم الانتشار والهدف واحد السلام في بلدنا وفي كل العالم. ونطلب من طفل المغارة معنا أنه يوفرنا هدوء البيت، كلنا محتاجين لبيتنا يدنا وصحتنا تضل مستمرة جيدة ويقدر مستقبلنا يوضح تنشوف بسنين السنة الجاية على القليلة كيف بدنا نكفي المشوار، مشوار الإيمان ومشوار شهادتنا المسيحية والإنسانية بهالعالم. ربنا يوفق ويحفظهم ويحقق أمانيهم. فكروا بالهدية يلي بدنا نهديها للسماء اليوم تجاه هديتها يلي هدينا ربنا ابنه الوحيد. نحن بدورنا لازم نرد الهدية، تفاني تضامن أخوة عملي، نفهم معنى الهدية يلي ربنا وهبنا إياها من غير استحقاق. شيء بيطمن أن السماء ما بتشتغل إلا لما بتنفتح على الإنسانية، على كل واحد منا وعلى كل الجماعات البشرية. ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا.